عجلين العجلين يتقدم العجلين، كرة عند اللاعب يسر واجدي الى العجلين من جديد يمرر فرصة والهدف الثاني هدف والاروى عن طريق اللاعب البديل، اللاعب البديل احمد السريوة، كرة باسلوب الدايفنج، كرة باسلوب الدايفنج من قبل اللاعب احمد السريوة يسجل هدف التقدم في الدقيقة 86. الدقيقة 86 هدف روعة عن طريق اللاعب البديل احمد السريوة. الفيصل الان في المقدمة بكرة رأسية على يسار محمد الشطاوي. احمد السريوة يسجل الهدف الثاني لمصلحة فريق الفيصلي. كرة رائعة وهدف روعة من هذا اللاعب احمد السريوة. احمد السريوة يسجل ثاني الاهداف وهدف التقدم لمصلحة فريق الفيصلي بكرة رأسية والاروع. هناك الان بطاقة صفراء، هناك بطاقة صفراء لاحمد السريوة وهدف التقدم لمصلحة فريق الفيصل. الهدف الثاني في الدقيقة 86. الفيصل الان يتقدم على فريق الرمثا. نشاهد مرة ثانية، نشاهد العجلين بالعرضية والرأسية الرائعة من احمد السريوة. الرأسية المتقنة على الزاوية اليسرى لمحمد الشطاوي من قبل اللاعب البديل. اللاعب البديل احمد نواف السريوة يضع فريق الفيصلي في المقدمة.